المحتلة السيد رتيبة، كنت طرحت على حضرتك سؤال منذ قليل متعلق بتصريح للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم، الذي كان قد قال ربما قطاع غزة أصبح بمثابة منطقة موت على حد هذا الوصف. كيف يمكن الحد من هذا الوضع الصعب الكارثي في قطاع غزة ونحن نتحدث الآن عن هدنة ربما تكون قريبة؟ يعني نرى واضح جدا أن الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة هي اتخاذ آليات دولية حقيقية وإرادة دولية حقيقية لكسر الحصار عن قطاع غزة وإلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي أظهرت الظهر لها بشكل كامل ولم تلتزم لا بإدخال المساعدات الإنسانية ولا حتى التزمت بفتح المعابر أو حتى اتخاذ إجراءات لمنع الإبادات الجماعية. هي تستخدم حتى أسلوب التجويع كسلاح للإبادة الجماعية، منع المساعدات الإنسانية بشكل كامل عن السكان، والتهديد الدائم باستهداف المدنيين والتهديد الدائم بتهجيرهم إلى الدول الجوار. وبالتالي أعتقد أن الحل لإنهاء هذه المأساة هو اتخاذ إجراءات دولية حقيقية من المؤسسات الدولية لإنفاذ القانون الدولي وقانون الحروب ومنع الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. هنالك 153 دولة وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، على هذه الدول اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع الإبادة في قطاع غزة واحتواء الوضع الإنساني.